تفشت ظاهرة الزواج العرفي بين طالبات المدارس في مجتمعنا، وأغلب ضحايا الزواج العرفي تلميذات بالمدارس الإعدادية وطالبات بالمدارس التجارية والصناعية، حيث سجلت عدد من مديريات الأمن ومنها مديرية أمن الشرقية على مدار العام الماضي حالات عديدة من بلاغات لهروب عدد من الطالبات بالمدارس بسبب الوقوع في علاقات عاطفية مع شباب البعض يتزوجهن عرفيا والآخر يرفض الزواج. أظهرت البيانات الإحصائية أن أكثر عقود لزواج التصادق في العام الماضي كانت لآنسات، وزواج التصادق هو وسيلة قانونية لإثبات حق الطفل الذي لم يأتي إثر زواج رسمي، حيث أقبلت أكثر من 124 ألف فتاة لم يسبق لهن الزواج على توثيق زواج عرفي والتصديق عليه، كما بلغ عدد المطلقات الذين قاموا بعمل تصادق على قيام الزوجية ما يقرب من 24 ألف حالة بالنسبة للحالات الرسمية. أما عن الحالات غير الرسمية فأظهرت البيانات الإحصائية وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأن الأرقام قدرت بحسب العقود العرفية التي لم يقم أصحابها بإثباتها بطريقة رسمية، والتي بلغت 149,232 حالة زواج عرفي عام 2017 بزيادة قدرها 16%. وتكشف الأرقام داخل محاكم الأسرة سنويا دعاوى إثبات الزواج وإثبات النسب المقدمة من ضحايا الزواج العرفي 66,000 دعوة، وعدد أطفال هذا الزواج يصل إلى 41,000 طفل سنويا. وشهدت الفترة الماضية جدل برلماني واسع حول مشروع القانون الذي أعلنت النائبة أمنة نصير عن إعداده بشأن معاقبة الشاب المتزوج عرفيا عام على الأقل، وتوجيه لوم أخلاقي للفتاة لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر، بعدما رأى البعض أن التشريع لن يفيد في حل المشكلة وأن التوعية الأخلاقية أهم، فيما اختلف آخرون على العقوبة الواردة في التشريع المقترح. فهل سيتوصل البرلمان إلى تشريع قانون يحد من هذا الزواج؟ ولماذا اختفت التوعية الدينية والاجتماعية للفتيات؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.